Determine the equivalent resistance of the ladder of equal 175 ohm resistors shown in figure. In other words, what resistance would an ammeter read if connected between points A and B؟ طالما عايز من A ل B نبدأ من جهة اليمين لغاية ما نوصل لل A وال B. التلاتة دول مع بعض سيريز، يبقى 175 في 3، 175 في 3 525. 525 مع 175 بارلل، معنى كده أقول R، نسمي مثلا الحتة دي R equivalent 1، هيساوي 525 ضرب 175 على مجموعه، 525 زائد 175. طبعا يطلع اقل من 175، اقل من اقل واحده، في 175 تقسيم 525 زائد 175 طلع 131.25 اوم. يبقى كل الجزء ده كده اهو على بعضه خلصناه بالقيمه دي اللي هي R equivalent 1. دي بقت 131 مع ال R ومع ال R، كل دول سيريس، يبقى معنى كده كل ده القيمة دي زائد 2 R، وبعدين اخدها مع دي بارلل، يبقى R equivalent 2 هتساوي الجزء الأزرق ده كله عبارة عن الحتة دي زائد 2 في 175 اللي هي 481.25 أوم. يبقى R equivalent 2 اللي هو كل ده مع دي، يبقى R equivalent 2 لغاية هنا كل ده R equivalent 2، هقول 481.25 ضرب 175 على مجموعه، هي 481.25 زائد 175، طبعا تطلع برضو أقل من 175، في 175 تقسيم أقل من أقل واحدة، فطلعت 128.25. طب يبقى ال RAB ناخد دي مع ال 2 R اللي هي R equivalent 2 زائد 2 R، يعني زائد 350، فطلعت المحصلة كلها 478.33. دي المقامة اللي هو عايزها اللي هي ال equivalent بين ال A وال B. عملت ايه مرة تاني؟ جمعت التلاتة دول مع بعض سيريس طلعوا 525 في 175 على مجموعهم اللي هما الأربعة دول، التلاتة دول مع دي بارل، جبت R equivalent 1. R equivalent 1 جمعتها مع 2 R اديتني الحتة الزرقاء دي، لأن دول الإكويفلنت مع الاتنين دول سيريس، طلعت 481، ضربتها في R قسمتها على المجموع اداني الأحمر ده كله اللي هو R equivalent 2، جمعتها مع الاتنين R لأن سيريس. بيسألني بيقول لي what is the current through each of the three resistors on the left، اللي هو 1 2 3، if 50 volt battery is connected between A and B. التيار هيخرج من هنا يتوزع بين الفرع ده والحته دي كلها، يعني بين ال 175 وال 481، وبعدين يرجع في الار دي، فده وده زي نفس الشيء، هو نفس التيار اللي هيخرج من البتري. اقدر اقول ان ال V اللي خارج من البتري اللي هو I، لا ال V اللي خارج من البتري اسف 50 فولت، اذا ال I بتري يساوي 50 على 478.33، 50 على الانصر، فاداني 105 ملي امبير، 105 ملي امبير اللي هو 0.015،
105، 105 ملي امبير. طب اللي هيدخل هنا قد ايه؟ نسبة وتناسب بين ده وبين الحتة دي كلها، فاقدر اقول ال R، نقول بقى ال I، احنا نسمي علشان هقول هنا اي واحد او اي باتري، وهسمي هنا اي واحد، وهنا طبعا يبقى اي باتري. يبقى بين ال A وال B عندنا 3 ريزيستورز، هو بيسألني عنهم طبعا، في ريزيستورز اخرى بس عند ال A وال B هيخرج من هنا ويدخل هنا شوية والباقي هناك بعدين يرجع هنا، فالفرع ده والفرع ده نفس الاي باتري. الاي واحد بقى بيساوي ايه؟ بالكرنت ديفايدر هقول الاي باتري ضرب كل المقاومات الاخرى على مجموع المقاومات، المقاومات اللي هي الايكوفيلنت 4.81.5 على 4.81.5 زائد 175. عملت ايه؟ الاي اللي جاي من هنا اي باتري هيدخل هنا شوية والباقي شوية، الإيكوفيلنت ده كله 4.81، دايما نضرب في المقاومة البعيدة على مجموع المقاومات، فهقول نفس الرقم ده في 4.81.5 تقسيم مجموعهم 4.81.5 زائد 175 يساوي، نضرب في 1000 عشان يبقى بالملي أمبير، نصغير 7.6.7 ملي امبير. يبقى احنا عشان نجيب التيار اللي خارج من البتري بقسم الفولت الكلي على الار ايكويفالنت الكلي، جبت الاي باتري اللي يدخل من هنا ويجي يتوزع بين دول وبعدين يتجمع هنا، فالاتنين دول خلاص اي باتري، لكن دي نضرب في المقاومات البعيده كلها الايكويفالنت بتاعتهم اللي هي 4.81 على مجموع المقاومات يديني التيار اللي هيمر هنا اللي هو اي واحد.